فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيه على لقاء جماعة اليوم لمجموعة من حباء السيابين من بينهم الحارس السابق للفريق خميس ثامري مع ويلي بنزرت. تم التحديث فيه على الأزمة متاع السيابين بتبيعة ومستقبل عبد السلام السعديني في الفريق والأصوات المطالبة بخروجه من الجمعية. حابين نعرف شنو صار في الاجتماع هذا مع الويلي. معنا بالتليفون خميس الثامري واحد من الناس اللي قابلوا الويلي إصباح اليوم. موجود معنا خميس بالتليفون. أهلا بك خميس. مرحبا أخويا سلام. مرحبا بكل مستمعي إكسبريس إف إم. شنو أحوالك خميس؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شنو أحوالك أنت؟ لاباس الحمد لله. باهي. هبط تدوينة خميس اليوم أكدت فيها مقابلة الويلي. بون في شنو تنزل اللقاء ذا؟ شنو الكادر نتاعو؟ كيفاش جا؟ قبل ما نحكيو شنو كان فيه بالطبيعة. والله ساعة قبل كنت شيء أنا كنت من الناس اللي مشاو للبداية ما اختاروا ثلاثة من الناس اخترنا ثلاثة من الناس فينا باش يقابلوا السيد الوالي فهمتي. الكل مطالب كانت واضحة معناتها مع السيد الوالي وعدنا معناتها في الخرجة السلمية اللي عندها ثلاثة أيام التالي باش ياخذوا قرارات في ظرف 48 ساعة. لكن ما رينا حتى قرار معناتها في بنزرت مشينا باش نطالبوا شنو هو وين وصل الموضوع نتاعنا. لكن الإجابة نتاعو ما كانتش واضحة واضحة برشا. ما كانش فما حلول واضحة بالنسبة لنادي بنزرتي. هذا آخر معناتها الحوصلة نتاع كلامه وسيرتو اللي تأكدنا من كلامه. لو إنسان ما حتى بالحق قطر حكينا مع الولي كل واحد ياخذ حقه معناتها يحب يعاون. هو مش فاهم الوضعية نتاع الجمعية معناتها المشكل الكبير في الجمعية قاعد يحاول باش يعاون. لقيناه محضر ما معناتها شوية معناتها يحاول باش يوفر سالير للجوارات معناتها قاعد يعمل اللي عليه. اما اللي فهمنا من كلامه الكل اللي القرارات خارجه على يديه حب وزاد شجعنا باش نقابلوا الوزيره وقابلوا رئيس الجامعه. وفي قصه كلامه نحسوا اللي حاجه مفروضه عليه من الوزاره ومن رئيس الجامعه وتاو. الوالي حاجه مفروضه عليه كيفاش؟ الوالي خاطر احنا كنا طالبين من الوالي جديد معناتها باش ياخذ ديسيزيون راديكال خاطر ما حابينش ناخذوا في نفس الدوامه نتاع السيد الوالي القديم. خاطر الوالي القديم باش ديما كان فما حلول معناتها وقتية معناتها فماش حل واضح. جدتو طول وضعية متاع الجمعية قريب تدخل على موسم رياضي وجمع يريه يتكى باب الميركاتو وممنوع عمل انتدابات معناتها حابين احنا التحرك يكون فما قرار راديكال خاطر راديكالي خاطر في بنزرت تو حتى كبارة النادي وحتى اليوم حتى عم سعيد خلطنا عليه احنا جماعة اللي مشينا قابلنا الوالي خلطنا على عم سعيد خارج من الاجتماع مع سعيد الوالي معناتها كان على اعصابه متغشش خاطر الحلول اللي حتى هو وكبارة النادي تحس الحلول هذه مش لمصلحة النادي وكهو لمصلحة المصالح ضيقة والمصالح قاعدة تخدم في رئيس الجامعة في المرحلة هذه النهارين هذو ثلاث ايام هذوما. خليني نفهم شنو هي الحلول؟ الحلول الوالي قال انا ما نجمش ناخذ قال احنا باش نتبع قال نتبع انا كاش نتبع قال انا رجل قانون نتبع البورسوي القانوني معناتها والسويدي القانوني عندنا مده ما لقيناش حلول خاطر البيروات في تونس والمواضيع القانونيه تبسط وكما قلنا لك احنا جماعه الجمعيه مستعد لازمها حلول سريعه معناتها. والوضع في بنزرت يوري معناتها اذا بقى عبد السلام السعيداني هو الفاتح الناطق حتى حد مش يعاونه هي حتى الدولة معناتها مش باش تعاونوا حتى الوالي اليوم كي باش يعاون شوية ماديا قاعد يعاون معناتها بقرار منه هو معناتها باش على الأقل يلفل الديماراج خاطر كمان جمعية لازم تتحرك فهمت. أما الحلول للجمعية بصفة عامة ما فماش خويا حتى كي احنا قلنا له معناتها نحبوا نوصلوا قرروا هذه يا خويا نزيد ناخذ لكم معناتها اجتماع ناخذ لكم دات قبل الوزير كذا قال انا راه نحب نلقى حلول اما عاونوني انتم معناتها ولا طالب حتى من الجمهور باش يعاونوا هو باش يلقى حلول اتمنى على النادي هذا بنزرت. في التدوين علاش دخلت رئيس الجامعه وديع الجري؟ التدوين دخلت خاطر مش انا عندي حساسيه مع رئيس الجامعه ولا شيء. انا قلت لك بليك اخويا سلام اللي في كلام الوالي معناتها يقول لك خليني نتبع كيما قلت لك البروسيدور القانوني وتحس اللي فما بريسيون من الجامعه قال انا ما نجمش ندخل وفما بريسيون من الجامعه. نعاود نقول لك احنا كي حكينا قلت لك قبيليك قلت لك عم سعيد كي خرج يا خويا يجم الوالي ما يجمش احنا افراد مجتمع ولا معناتها مجتمع المدني ما صارحناش برشا حاجات كي تقابل مع عم سعيد وحتى كي خرج عم سعيد اللغه الكل خارجه اللي فما بريسيون من وديع الجاريه مش انا قلت اخويا ولا اتهامات خاطر نعرف روحي انا بطبيعتي ديما نتكي في رئيس الجامعه لحاجات اخرى. اما اليوم مش نتبلى عليه راهو قرار هذايا من الناس اللي قابلت السيد الوالي ومن الناس كبارات الجمعيه اللي حابه تلقى حلول
لكن مادام السيابي مرهونه الريزومي نتاع الحديث الكل، مادام السيابي مرهونه عند الجامعه راه باش يقعد القرار الاول والاخير عند رئيس الجامعه. هذا كلام يتحمس عليه تخوص. حسب رايكم علاش اللي يحمي فيه ودي عجري عبد السلام السعدان؟ والله يا خويا شو نقول لك؟ شو نقول لك انا سلام، خاطر نعرفك تي كيستيون معناتها بيان بريستيز وتلس فيا باش نقول كلام. خويا كيش يقولوها العشق الممنوع ما فهمناش احنا كحتى كجماهير بنزرت كجماهير تونس المحبه الكبيره ما بين عبد السلام السعداني وديع الجري مانيش فاهمين اخويا. ان شاء الله المهتمين بالامر الرياضي هما يحلوها، نقعدوا نعملوا انتربريتاسيون ونفهموا اللي وديع الجري قاعد ياثر على جمعيتنا. هذه اول كلمه واخر كلمه. بخلاف المسيرات اللي قاعدين نعملوا فيهم الاحتجاجات، شنو الحلول تشوفوها اليوم للسيابي يا خميس؟ والله طوى احنا واحد من الناس، انا انتميت للمجموعة معناتها وحاولت من ناحية منفردة معناتها حبيت نأثر ونعطي الفكرة ونوضح الوضعية متاع النادي بنزرت ونوري الخلالات الموجودة لعبات. فما الناس عملت البرشوي القانوني قدموا شكايات عملنا كل شيء، ما عادش فاهمين شنو نعمل وقت من هكا. اليوم قبلنا الوالي باش نستنى القرارات معناتها صار كما قال هو مارينا شيء معناتها مصارع معناتها قراراته. خويا احنا كجمعية نادي بنزرت قاعدين نتضامن مع جمعيتنا باش نتضامن مع اي فريق، انا واحد من الناس باش نتضامن مع ان شاء الله مع جمعيه الشابه ونهبطوا خويا مادام دومين الوسخ بتاع الكوره. شنو هي علاقه الشابه؟ اش دخل الشاب؟ خويا احنا نتضامنوا احنا راهو زوج مظلومين في البطوله التونسيه تو كيما الشابه كيما نادي بنزرتي متاثرين بقرارات رئيس الجامعه. راه نقولها لك خويا واني ولد بنزرت ونتحمس وليدي قلت لك ماشي نفدلك ماشي نلوح الكلام هكاك. شنو قلت لي باش تهبطوا نهار السبت الجلسه العامه معناها؟ نظامنا احنا كان فما مجموعه من الجماهير راهو نتحمس وليدنا احنا راهو اوني با في القرار هذا. مش تحكي باسم الناس الكل معناها مجموعه من الاحباء. صحيح مجموعه من الاحباء قاعدين باش نواصلوا قاعدين نكتشفوا ما بين ليله معناتها كل مره قاعدين ندخلوا في مشاكل نادي بنزرت نكتشفوا تضرع رئيس الجامعه في المشكله نتاع نادي بنزرت. احنا قاعدين نحبوا ننقذوا الجمعيه ما نجمناش، قالوا امور قانونيه قاعده تبقى امور قانونيه والجمعيه داخله في هي داخله عندها مده معناتها في نفق قاعد اليوم قاعده مش داخله في نفق قاعدين غاطفين والعباد قاعده تتفرج فهمت. اليوم الجمعيه ما عندهاش لاعبين ما عندهاش ملعب ممنوع من الانتدابات، المدرب اللي محطوط معناتها ضد رغبه الجماهير معناتها وضعيه السيابي كارثيه ويحبوا يقولون يعديوها لهذا البريود هذه. شتو نعطي نعاود نقول لك اكثر كلمه قالت واللي اخذت فينا شويه اللي الجو قاعد لازم يركح البريود هذه قبل الجلسه نتاع الشاب. علاش قلت لك احنا كجماهير نادي بنزرتي قاعدين نتضامنوا قاعدين نفيقوا لسبب المشكله رئيس الجامعه باش نعملوا كل ما نقدروا عليه باش نوريه فضايحه ويهز يده على نادي بنزرتي. معناتها الخطوة الجاية معناها الخطوة معناتها ناويين في التصعيد، معناها فما خطوة جاية باش تكون تضامن مع الشابة باش تبطلوا ولا تواصلوا في الوقفات هذه ولا ما جابتش نتيجة؟ احنا راهي الجمعية تو قريب تبدا معناتها شولي واحنا باش نضروا بجمعيتنا، إذا الجمعية باش تدخل تترنا وكذا احنا حابين نعملوا هذا الكل باش يكون بعيد ياسر قبل التحضيرات باش تكون وضعية اليوم وضعية مريحة معناتها على الأقل ما تنجم تعمل جديد البيت نتاعها خالصه في بعض المستحقات. اما هذا كل ما صارش احنا كما قلت لك مجموعه مانيش في التحرك هذا مانيش نمثلوا معناتها الكل، مي احنا كمجموعه اخذينا امها باش لقينا المشاكل نتاع السي بي معناتها فاتت رئيس الجمعيه وخلطت رئيس الجامعه باش نتضامنوا مع اي انسان معناتها من ضيف اي فريق ولا اي مجموعه تنادي بالتغيير هذايا. خاطر بالحق بجينا احنا كما احنا السي بي كيما كل حيط تجي تتقرقش فيه باش تدن طاها الكل، ما في بالناش احنا بيدنا كي دخلنا السيابي معناتها جينا ندافعوا على السيابي في بالناش المشاكل هذه كل، ما في بالناش بالتبعيه هذه كل وبالضغوطات اللي في الجمعيه. اليوم مصير الجمعيه مش بيديها ومش مصيرها برجالها، مصير الجمعيه اليوم مربوط برئيس الجامعه ونتحمس ويدي في كلامي. واضح. هو اللي قاعد مكوبري عبد السلام السعداني في نادي بنزرتي بكل معنى الكلمة. يعطيك الصحة، شكرا لك خميس على دخلك معنا. إن شاء الله في أقرب وقت يقابل نفس كل حلول الأزمة اللي قالت مربع السي بي ظهر لي نفق مظلم دخل فيه الفريق، إن شاء الله يخرج منه في أقرب وقت. موزيكا بشانج بعد مكملين في فير بلاي حتى الخمسة متاع الشيء.